السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع جولد فيزيو 24 بوصة ليد. التلفاز به مشكل، كما ترون هنا لمبة الباور فهي مشتعلة. عندما أقوم بالضغط على زر التشغيل انظروا تنطفئ اللمبة، يظهر اللوجو ويبقى هكذا، تبقى تنطفئ اللمبة وتشتعل، وهذه اللمبة أيضا كما ترون ويبقى اللوجو عالق هكذا، ثم يطفئ التلفاز ويعاود يعني مرة أخرى نفس المشكل ولا يقلع، يبقى هكذا. احتمال أصدقائي أن يكون هذا المشكل من السوفتوير، ولذا سوف أقوم بفتح الجهاز وأقوم يعني بشحن الفلاشة بالدمب المناسب للجهاز ونرى النتيجة. تابعوا. إذا أصدقائي، هذه هي بوردة التلفزيون، هي بها وحدة التغذية والكنترول مدموجان في بوردة واحدة، وهذه هي فلاشة التلفاز 8 أرجل. بعض الأحيان يعني تقعون في مشكل عند يعني تعبئة الفلاشة بالدم، تجدون بأن الصورة يعني عفريتية أو مقلوبة أو يعني تعطيكم مشاكل في الصورة، فعند اختيار الدامب من الانترنت عليكم التركيز على رقم البوردة، هذا الرقم، وأيضا رقم مهم عليكم الانتباه له، فهو هذا الرقم هنا، رقم هذا المسطرة، هذا التيكون، فيوجد عليها رقم كما ترون هذا. فعند البحث في على الدامب تجدونه يعني مرفق معه بعض المعلومات كرقم البوردة ورقم البانيل، فعليكم الانتباه إلى رقم البانيل لكي لا تقعوا في مشكل الصورة المقلوبة أو الصورة يعني الألوان بها غير جيدة، مثلا صورة عفريتية، فعليكم دائما الانتباه إلى هذا الرقم ورقم البوردة. لا تركزوا يعني كثيرا على اسم التلفاز والموديل، لان بعض الاحيان تجدون نفس الموديل، نفس موديل هذا التلفاز، ولكن مركب عليه بانيل من نوع اخر او شاشه من نوع اخر، يكون نفس التلفاز، نفس الموديل، نفس البورده، ولكن يكون هناك اختلاف في البانيل. فلهذا يجب دائما اخذ بعين الاعتبار رقم البانيل ورقم البورده. والآن أصدقائي سوف أقوم بالبحث في الانترنت على سوفتوير أو دامب لهذا الجهاز، وأقوم يعني بتعبئة الفلاشة به ونرى النتيجة. تابعوا معي. إذا أصدقائي لقد كتبت هنا في جوجل اسم التلفزيون والموديل، وكما قلت أصدقائي في الأول بعض الأحيان يعني تجدون الدامب ولكن تكون نفس البطاقة الأم، نفس الرقم ونفس الموديل، ولكن تجدون بأن هناك اختلاف في البانيل. سوف أريكم مثلا هنا هنا موجود يعني شخص يعني طلب دامب، وانظروا أصدقائي نفس موديل التلفاز ونفس الاسم، ها هو جولد فيزيو، ها هو الموديل، ولكن رقم البوردة، رقم البطاقة الأم المركبة عليه، فهي مختلفة. حتى انظروا هنا يعني صورة مرفقة، وكما ترون هنا الصورة فهي مختلفة تماما عن بوردة التلفزيون الذي يعني بصدد البحث الآن على الدامب المناسب له. فكما ترون يعني نفس الموديل، هو نفس الموديل، نفس الحجم، نفس كل شيء، ولكن اختلاف في المذربورد. وهنا ايضا يوجد هنا مثلا هنا لقد وجدت دامب، انظروا نفس الموديل، هو جولد فيزيو، نفس الموديل تماما ونفس رقم البوردة المذربورد والبانيل، انظروا يعني يوجد هناك اختلاف في البانيل، فالبانيل
يعني لهذا التلفزيون في هذا الفيديو، فهو يعني نفس هذا الرقم هنا، ولكن يوجد هناك اختلاف في هذه الحروف والأرقام الأخيرة. هنا مكتوب XCO1، وفي البانيل لهذا التلفاز مكتوب XC01، يعني هنا U1، والبانيل للتلفزيون فهو 01. فهذا اختلاف كما ترون. وأيضا يوجد هنا نموذج، لقد وجدت يعني 3 من الدامبات في أموسات، ولكن في يوجد هناك اختلاف في البانيل. فمثلا هنا أيضا كما ترون نفس الموديل، ها هو جولد فيزيو، اسم التلفاز والموديل نفسه، نفس المادربورد أو المانبورد نفسها، ولكن يوجد اختلاف في البانيل. انظروا هذه الأرقام الأولى فهي يعني متشابهة، ولكن هنا هذه الأرقام الأخيرة يوجد هنا L02. والبانيل الموجود في هذا التلفاز الذي في الفيديو مكتوب XC01. إذا أصدقائي يعني لم نجد نفس البانيل، ولكن سوف أختار وأجرب هذا الدامب، لأن كما ترون هنا مكتوب XCO1، وفي البانيل للتلفزيون في الفيديو مكتوب XC01، يعني يوجد هناك اختلاف ما بين الصفر والأوه. هنا موجود أوه، وفي البانيل للتلفزيون موجود صفر. إذا سوف أقوم يعني بتجريب هذا الدامب، لأنه يعني مشابه تقريبا، يعني مشابه للبانيل للتلفزيون لدينا. إذا سوف أقوم بتحميله. وسوف أقوم يعني بوضعه في البيرو. ننتظر الحين تحميل الدامب، اكتمال تحميل الدامب. الآن قد انتهى، نضغط عليه. كما ترون أصدقائي هذا هو الدامب. الآن سوف أقوم بوضعه في البيرو هكذا. أخذ البرنامج، هذا هو البرنامج، أضغط على هذه الخاصية. وكما ترون هنا اسم الفلاشة، ها هو حجم الفلاشة 8 ميجا، ها هو. سوف أقوم بمسح الفلاشة مسح تام بالضغط على هذه الخاصية إيراز. ننتظر لحين يعني فرمطة الفلاشة أو مسح الفلاشة. الآن لقد اكتمل مسح الفلاشة. نأخذ الآن الدامب الذي قمنا بتحميله، هذا هو. والآن سوف أقوم بالضغط على هذه الخاصية بروغرامي. وكما ترونه الآن يقوم بالتحميل على الدامب على الفلاشة. ننتظر لحين اكتماله، ومن ثم نقوم بتركيب الفلاشة في التلفاز ونرى النتيجة. وكما رأيتم هذا البانيل يعني موجود اختلاف، أتمنى أن يشتغل معنا. حتى وإن صادفتنا أصدقائي يعني الصورة عفريتية، سوف أريكم طريقة لتجاوز هذا المشكل. وحتى وإن كانت الصورة مقلوبة أيضا سوف أريكم طريقة لتجاوز هذا المشكل. إذا لقد اكتمل التحميل، الآن سوف أقوم بتركيب الفلاشة في التلفاز ونرى النتيجة.
جيد، الآن سوف أقوم بالتجريب. والآن أصدقائي كما ترون ها هو التلفاز، لقد اشتغل بشكل جيد، يعني ذلك الدان، بالرغم من أن هناك يعني كان هناك اختلاف بسيط في رقم البانيل، إلا وأنه يعني جربناه وها هي النتيجة، لقد اشتغل يعني التلفاز بشكل جيد. دائما أصدقائي عليكم التركيز في رقم البانيل، فهو مهم جدا. كما قلت يعني تجدون البوردة رقمها بالضبط، ولكنها تجدون مركبة في تلفزيون به بانيل مختلف، أو تجدون نفس موديل التلفزيون ولكن البانيل مختلف. دائما ركزوا يعني على رقم البانيل، وحتى وإن لم تجدوا يعني رقم البانيل، يعني لم تجدوا تلك المعلومات لديكم يعني مطابقة للمعلومات بالضبط، جربوا ذلك الدان، إن اشتغل معكم حسنا، إن لم يشتغل أعطاكم صورة مقلوبة أو صورة عفريتية، فهناك يعني موجود حل، وهو بالدخول على القائمة السرية للتلفزيون، وثم تجدون إعدادات البانيل، ثم تقومون بتغييرها ويشتغل معكم التلفاز. ويوجد بعض أجهزة التلفزيون لا توجد إعداد يعني إعدادات أو خصائص البانيل لا تجدوها يعني في القائمة السرية. حتى وإن يعني كان الأمر هكذا صادفكم مثل هذا التلفاز، فيوجد هناك حل، وهو بالتعديل على كابل الـ LVDS. ولقد طرحت فيديو عن هذا الأمر، وأيضا سوف أقوم يعني بعمل فيديو آخر وأوضح فيه بالتفصيل حل مشكل الصورة المقلوبة أو الصورة العفريتية بعد يعني تفليش التلفاز، يعني عندما تقومون بعمل فلاش للتلفاز يعطيكم صورة عفريتية أو صورة مقلوبة، فسوف أتطرق لهذا الموضوع في فيديو إن شاء الله بالتفصيل. والآن أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو، إن أعجبكم لا تنسوا لايك أصدقائي واشتراك، وفعلوا زر الجرس لكي يصلكم يعني الإشعار يعني بأنني لقد قمت بتحميل فيديو على القناة، وتكونون يعني من الأوائل الذين يشاهدون الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو آخر، موضوع آخر، مع السلامة.